السلام عليكم أعزائي متابعين شركة ويكار أوتو رجال سيارات، صباح الخير على الجميع. أخوان، رجعنا لكم ببث جديد على سيارات اللاند كروز جي اكس ار توين توربو موديل 22 اللون الأسود. طبعا كلنا نعرف اللون الأسود لون مرغوب بالسوق وإلى الجناية الخاص مالتها، ودائما السعر مالتها أزيد من اللون الأبيض ب 20 ورقة 25 ورقة، ولكن بالنسبة للسيارة مالتنا ننطيك هذا السعر بسعر نفس اللون الأبيض بدون أي زيادة، بسعر مناسب. والسيارة همينة توين توربو 3500 سي سي، هذا بصمة التوين توربو، سيارة مرقم جاهز تستلم، أرقام جديد جي اكس ار توين توربو. طبعا عندك حساسات خلفية، الصندوق الخلفي كهربائي، وأيضا جناح خلفي مع سكك موجود بالسعر. خلينا نشوف الدواخل مع السيارة. طبعا هذا الداخل مالتها، الكوشنات جلد، كوشنات كهرب، منفاخ للظهر عندك موجود، اشارات الترحيب مال اللاند كروز، المرايا الشفط الجانبيه، وايضا جميع الجامات اوتوماتيك ويدات نيكل. مثل ما بنلاحظ كشوه الباب عندك جلد باللون البيجي، التخشيبات الموجوده، اليدات النيكل، وايضا الكوشنات الاماميه بتدعم خاصيه التبريد، بالاضافه الى تحكمات ستيرن جهتين، اتصالات، اوامر صوتيه، كروس السرعه، التخشيبات اللي موجوده بالستيرن اللي منطيه جماليه للسياره. طبعا الشاشة البلادي تدعم نظام الابل كار بلاي، بالاضافة الى نظام الدرايف مود، اكو عندك ثلاث وضعيات للقيادة. بالنسبة للدرايف مود اكو وضعية السبورت، اكو الايكو، وايضا اكو النورمال، وعندك نظام الام تي اس. طبعا هذا النظام هو مشي السيارة على حسب الطريق او نوع الطريق، يعني ممكن مثلا يكون الطريق بجاف، ممكن يكون صحراوي، ممكن يكون ثلجي، ممكن يكون صخراوي. هذا تقدر عن طريق هذا النظام تتحكم بنوعية القيادة أو تأخذ السيارة على حسب نوع الطريق. وأيضا نظام مساعدة على نزول المنحدرات، نظام مساعدة على زيادة الالتفاف، قفل الأكسل، الدفع الرباعي، هاند بريك كهربائي، أوتو هولد، شاحن ويرلس، وأيضا عندك هنا دقم مال تبريد الكوشنات الأمامية. طبعا هذا الجهة بالكامل للتحكم بالتبريد. المرايا الوسطية عاتمة للضوء، اكو عندك فتحة سلايد، ثلاث قطع تبريد على كامل السيارة، بالاضافة الى ثلاجة مركزية موجود، تفتح من ثلاث جهات، من جهة السائق، من جهة السكن، ومن الجهة الخلفية همينة. اخوان، لاند كروز جي اكس ار توين توربو لون اسود، اذا عندك شخص يريد لون اسود او جناي مالتها سوي له تاج بالكومنت، خلي يشوف مواصفات السيارة. سعر مناسب جدا، تستلم السيارة بثمان شدات و95 ويا اللوحات كامل مكمل باسمك مباشرة. وهمينا اللون ابيض الجي اكس ار التوين توربو همينا موجود، وهسه راح نشرح عنها ان شاء الله. طبعا السيارة بيها تشغيل عن بعد، هذا الديزاين الخلفي، هذا الديزاين الخلفي مالتها. خلينا ننتقل للون الابيض. طبعا بالنسبة للسيارات التويوتا الجي اكس ار التوين توربو كفئة سعرية وكمواصفات، فأكثر شيء هو مرغوب بالبيع، ماكو فرق هواية عن الفي اكس او الفي اكس ار. في اكس ار طبعا يختلف، ولكن عن الفي اكس باختلاف، ما في اختلاف هواية. فسيارات الجي اكس ار التوين توربو سعرها مناسب وهواية مرغوب بالبيع، وقوة مال توين توربو نفس القوة مال في اكس ار، ما تختلف بالنسبة للعزم. هذا الجي اكس ار توين توربو موديل 22 وضمان ساس، او عفوا ضمان جيهان 3 سنوات. ملاحظة مهمة جدا، شنو الفروقات بين شركة الجيهان وبين شركة الساس؟ اخوان، كسيارات ماكو فرق، ولا حتى كبرغي ماكو فرق. هذا اسمها ساس، هي اسمها جيهان، ولا حتى اي ملاحظة اي شيء يختلف. ولكن اكو جيهان ضمان 3 سنوات او 60,000 تابع لشركة جيهان، وهم اساس 3 سنوات او 60,000 كيلومتر تابع لشركة ساس. عندك هنا اللايتات نفس اللايتات، الزراق اللايت، الحساسات، الويلات نفسها، حتى الملصق الجانبي نفس الملصق الجانبي، ماكو بيه فرق. عندك اشارة بالمري، دخول زكي بصمة لجميع البيبان. بالنسبة للديزاين الداخلي عندك كشنات جلد، كوشنات كهرب، منفاخ للظهر، كوشنات التبريد. هي الشاشة البلادي، مقاس كبير، تدعم نظام الابل كار بلاي، نفس المواصفات ماكو فرق. حتى بالنسبة للشاشات التطبيق الخلفي نفس الشاشات التطبيق، هذا الشاشات الخلفية التطبيق مالتها، نفس الامور، نفس الترتيبات، ماكو عندك فرق.
طبعا هي السيارة موديل 22 جي اكس ار توين توربو، القطعة الوحيدة الموجودة حاليا، ال 22 باسعار مناسبة اليوم. سعر السيارة 8 شدات و90 ورقة بدون اللوحات مالتها، من شدات و90 ورقة بدون اللوحات، وتشغيل عن بعد عندك، وجميع الادوات مال الوكالة والقاعيات كله موجود. شكرا لجميع الاخوان اللي علقونا بالتعليقات، والله يرزق الجميع. استاذ حبيبي استاذ ابو يقين، وهذا البوكس مال الادوات مال السيارة، عندك المثلث، القاعيات موجود، عندك البردة الخلفية، حاملات الاكواب، المنفذ الكهربائي، وايضا عندك منفذ كهربائي 220 فولت موجود هنا. طبعا القطعة الوحيدة عندك لون ابيض، وعندك قطعة الوحيدة لون اسود. هذا مال جيهان، ضمان 3 سنوات، وهمينا عندك مال الكويتي الاسود موجود. خلينا ننتقل لسيارات الاف جي كروس. اف جي كروس موديل 2023، سيارة شكل كلاسيك، سيارة 6 سلندر 4000 سي سي، ديزاين خارجي داخلي كلاسيكي. هذا سيارة الاف جي. اهم شيء بسيارات الاف جي اخوان انه يجي السبير، طبعا تعليق، ودبل تانكي، يعني 159 لتر بساعة الخزان مالتها. هذا اهم شيء والمرغوب بالنسبة للاف جي، اكثر شيء يدققون على هاي الملاحظة. طبعا عندك هنا مرايا، او عفوا لايتات موجود بالمرايا الجانبية، الالوان كلها متوفرة، اللون البحريني، الماروني، الاسود، الابيض، بلاج كتورات موجود عندك، ويلات كروم، دوسات جانبية. صرفيات الوقود كل 9.8 كيلو تصرف لتر، وسعر السيارة 5 شدات و15 ورقة ويا اللوحات كامل. هذا الديزاين الداخلي، السيارة ديزاين كلاسيك من الداخل. همينا عندك تحكم مرايا جانبية كهربائي، عندك هنا مال البوصة ومال الاتجاهات تقدر تتحكم به. السيارة تجي فور ويل، نظام الدفلوك، نظام تركشن اوف كنترول، نظام حساسات، وايضا منفذ كهربائي 2 فولت. واهم شيء همينا عندك دمام، سماعات الدمام اللي موجودة همينا بالبيبان الجانبية، حتى سماعات موجود على الباب الخلفي. طبعا عندك هنا حاملات الاكواب، هاي الجنطة مال الادوات مال السيارة، شوف مكان السماعات اللي موجودة هناك، وهمينا الموجود هنا. سيارة كلش راقي، سيارة فخمة، سعر السيارة 5 شدات و15 ورقة ويا اللوحات كامل باسمك مباشرة. عنواننا اربيل تقاطع مخمور قبل شركة البيبسي. اي سؤال او استفسار لا تنسوا تتواصلوا ويا قسم المبيعات على الارقام الموجودة بالوصف. وبالنسبة للون الماروني، هذا اللون الماروني مالتها، والاسود والابيض موجودين بالمخزن ان شاء الله. أعزائي متابعين شركة نويكار أوتو لجار السيارات، شكرا لحسن المتابعة.